إلى المنطقة الشرقية حيث زالت بلدية غرب الدمام عدد من الملوثات البصرية من أنقاض ومخلفات مجهولة المصدر، وضبطت أيضا عددا من ناهلي الرمال، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة. مزيد عن هذه الجهود ينضم معنا من الدمام مراسل الإخبارية الزميل طارق المزهود. أهلا بك طارق، مساء الخير. إذن مجموعة من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، كيف يتم ضبطها وأيضا تأثيرها على يعني التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري طارق؟ صحيح أحمد، مساء الخير عليك، مساء الخير على جميع متابعي الإخبارية. أولا هذه مجموعة من العمليات والجهود التي تقوم عليها بلدية غرب الدمام. نحن نقف في طريق الملك فهد، وهو الطريق المؤدي من مطار الملك فهد الدولي إلى داخل الدمام ومن ثم إلى الخبر، وهو طريق رئيسي و به العديد من المواقع التي تم ضبط بها عدد من المخالفات التي قامت عليها بلدية غرب الدمام. قبل أن نتحدث عن ماذا تم خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، دعنا نتحدث أحمد عن ماذا تم خلال النصف الأول من عام 2023. هناك عدد من الجهود التي قامت عليها بلدية غرب الدمام بشأن نهل الرمال. هناك ضبط 45 شاحنة و83 شيول وحفار قاموا بجرف الرمال وجرف الأراضي ونهل الرمال في عدد من المناطق الممنوعة. هذه المناطق الممنوعة تأتي على نواحي متفرقة من طريق الملك فهد وكذلك طريق الرياض. الإجراء الذي يتبع بشأن ذلك بحسب سؤالك أحمد هو أن تقوم بلدية غرب الدمام بالمتابعة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، شرطة المنطقة الشرقية، الإدارة العامة للمجاهدين، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقوم بجولات ميدانية ويضبط هذه المعدات المخالفة، ومن ثم يتم استدعاء ملاك الشاحنات والعمل على إنهاء الإجراءات النظامية بحسب لائحة الغرامات والجزاءات الموجودة. الجزء الآخر والأمر الآخر أحمد عن ماذا قامت به بلدية غرب الدمام خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله. إذا ما تحدثنا عن نهل الرمال، هناك كذلك ما زالت تواصل جهودها بشأن ذلك الأمر، ضبط عدد 3 شياول واثنين شاحنة واتخاذ الإجراءات بحقهم. إذا ما تحدثنا عن المخلفات البيئية وغير ذلك، هناك عدد 338 مخيم وحوش وصندقة عشوائية، وكل هذه الأمور بمتابعة من قبل أمارة المنطقة الشرقية، كذلك إزالة تعديات المخيمات والأحواش العشوائية، كذلك رفع 1632 متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر. إذا ما تحدثنا عن تأثير ذلك أحمد، فتأثير عالي جدا، المخلف التشوه البصري جزء من ذلك، كذلك عدم الالتزام و احترام الأنظمة هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث سلوك غير حضاري من قبل هؤلاء الذين يرمون الأنقاض ويخالفون. الجهود التي تقوم عليها بلدية غرب الدمام إن لم يكن هناك متابعة واهتمام من قبل الأهالي، من قبل الناس ملاك هذه المعدات وغيرها والالتزام، سنواصل ذات العملية في ذات المتابعة. يجب أن يكون هناك إحساس بالمسؤولية من قبل المجتمع ومن قبل ملاك هذه المعدات. جميل، يعطيك العافية، شكرا لك زميل طارق المزهود من